نظرا للكلام اللي قاله كمان كابتن ماهر ان انت عايز تبين انت عايز احنا موجودين اهو، احنا موجودين قدام الاهلي. اي فريق بيحب يلعب قدام الاهلي ويبين يعني قدراته ومهاراته كابتن عادل؟ شوفي، هو لكل مباراه بيبقى ليها ظروفها وليها طموحها. لما نشوف المريخ طموحه انه عايز يؤدي اداء مشرف، هو ملوش اي طموح تاني ان نعم. هو يصعد. عنده بونت واحد جاي فيه 10 اهداف في الاربع ماتشات وجايب اعتقد جول او يعني من الناحيه الفنيه عمليه صعبه جدا. عليه 10 وليه جول. حضرتك جايب تاريخ المواجهات صح ولا ايه ولا كنت ده جدول الترتيب ولا مشوار المريخ؟ ده جدول الترتيب. جدول الترتيب. طيب، هو طموحه ان هو عايز يلعب جدول ترتيب مجموعه. كل طموحه انه يؤدي اداء كويس قدام الاهلي، يظهر يقول انا موجود. في المقابل البطل عايز يتصدر، فطبعا هناك فارق كبير جدا ما بين طموحه وطموح البطل اللي هو النادي الاهلي، فارق كبير جدا. الى جانب النواحي الفنيه والنواحي زي ما قال الكابتن ماهر، النواحي البدنيه واللياقه، الى جانب الجانب التكتيكي. احنا شفنا في الماتش الاولاني هو كان بيلعب على المرتده وكان بيامن تقريبا بيدافع بتسعه واحنا كسبنا 3. وقبل كده يمكن احنا في لقاء قبل فيتا كلاب كنت معاكم وقلنا في 27 فرصة للنادي الأهلي في ملعبنا هنا وتعادلنا 2-2، وكان الكابتن هاني كان متخوف من الماتش هناك، فأنا قلت له ما تخافش لأن احنا في ظل فرقة بتلعب مدافعة طول الوقت وجبنا اتعادلنا 2-2 وهم يعني بيلعب ب 11 مدافع. لما نروح هناك هو هيضطر ان هو يفتح شوية علشان عايز يكسب، فدي هتخليني اكسب. والحمد لله لما رحنا جبنا 3 اهداف وكان ممكن نجيب عدد وافر من الاهداف. نفس القصه احنا المريخ احنا كسبانين 3، وزي ما حضرتك تفضلتي الماتش مش هيبقى سهل لانه برضه هو عنده حته ان هو عايز يبان قدام جمهوره انه وعلى ارضه ان انا موجود. فحته انه على ارضه والحاجات دي طبعا ما بتفرقش طبعا دايما مع اللي عايز يبقى بطل. اللي عايز يبقى بطل، احنا في قطر بنلعب مع بايرن ميونخ احسن فرقه في العالم، ومع ذلك كنا الى حد ما خاصه الشوط الثاني في بعض الفترات مع التيم القطري الدحيل، كنا مع التيم بتاع البرازيل بالميراس احنا كنا متفوقين طول المباراه. فالمستطيل الاخضر هو الوطن بتاعي، خاصه اللعيب المحترف الوطن بتاعه هو المستطيل الاخضر. في حاجه اسمها عمليه عزل، وطبعا احنا دلوقتي مفيش جمهور، بس انا بقول دايما الحته دي ان دايما وانا كلاعب ولاعب مميز وفي تيم كبير في حاجه اسمها عمليه عزل، وداني ما بتسمعش الى المدير الفني ايا كان عدد الجمهور. عدد وعيني الجمهور مش شايفه غير الكوره، وعيني مش شايفه غير الكوره، ودماغي في الـ في الـ في التكتيك اللي انا بلعب بيه، ما عنديش حاجه تانية. اي بقى جمهور بيشجع او ما بيش بقى يعني بيعمل حاجه تانية او يعني بيزوم علي عني او بيصفر او الى اخره، انا وداني مش سامعه غير تعليمات المدرب الكابتن بتاعي اللي في الفرقه. الاداء التكتيكي بتاعي هو ده اللي بيخليني ابقى عندي الحافز للاداء الجاي. النادي الاهلي اعتقد انه لن يخرج عن الاداء اللي عمله مع فيتا كلاب، ولا هيقل درجه لانه الراجل هيلعب تقريبا بنفس التشكيل. ويمكن هنتكلم على النقطه دي يا كابتن، وحضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، هاخد من كلام حضرتك الكابتن ماهر ونرجع كمان بالذاكره ورا شويه. دور الجماهير والجاليات المصريه لما كنا بنسافر بره، انا عشت دوت دور مهم جدا.